مرحبا بكم من جديد. بالأمس طرحنا سؤال: كيف يؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد؟ بالمختصر المفيد، عندما يتم رفع سعر الفائدة فإن ذلك يؤدي إلى أول شيء تراجع فوري للطلب على الاقتراض، بالمقابل زيادة الطلب على إيداع الأموال. هذه الأمور قد تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة الاستثمار وهبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه، وتأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل، وتأثر الأسواق المالية، وتأثر أسواق الأسهم. الحين كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على المواطن العادي؟ بالنسبة للمواطن العادي وبشكل مبسط وبالمختصر المفيد، من شأن رفع سعر الفائدة أن يؤدي إلى زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك، دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية، دفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات، دفع المزيد على القروض العقارية، بينما رفع الفائدة يدفع المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة. وهذا هو بالمختصر المفيد. إذا أعجبك الفيديو قم بالمشاركة، وإذا ما فهمت ارجع وشاهد من جديد. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات أعمالكم.